نبدأ معكم أولى محطات العالم هذا الصباح، ومع الاستعدادات التي تجري على قدم وساق لانطلاق حفل تخرج طلبة الضباط الاختصاص الدفعة 31 في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. الاستعدادات لهذا الحفل في لمساتها النهائية، وتم تدريب العناصر المشاركة والجهات المعنية لتنظيم حفل تخريج طلبة الضباط، وعسى الله يوفقهم وينفع بهم البلاد إن شاء الله. آمين. راح يكون معنا إذن بخصوص هذه الاستعدادات، وخاصة فيما يتعلق بدخول الزائرين والأماكن المخصصة للزائرين، ينضم إلينا من هناك زميلنا رائد الشمري مراسل تلفزيون دولة الكويت. رائد، أصبح عليك بكل خير. عطنا فكرة عن تسيير استعدادات لحفل تخرج ضباط الشرطة ليوم غد، تفضل. صباح الخير زميلة مها، صباح الخير أيضا لزميل أحمد، صباح جميل لمشاهدي برنامج العالم هذا الصباح. بالفعل بالغد بإذن الله يوم منتظر لأهالي وأسر وأيضا أبنائنا طلبة ضباط الاختصاص الذين قدموا الكثير والكثير، وأتى يوم يمكن حصد الثمار وأيضا التخرج وأيضا الرعاية السامية لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لحفل تخريج طلبة الضباط الاختصاص الدفعة 31 اللي راح تكون إن شاء الله في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية في الساعة 10 غدا بإذن الله. وهذا الحدث مؤكدا هو يعني خبرات متراكمة لحماة الوطن دائما لوزارة الداخلية من خلال ما تقدم بتخريج أعداد كبيرة لمن إن شاء الله سيقدمون ويخدمون مختلف حقول وزارة الداخلية للضباط الاختصاص الدفعة 31 بالغد بإذن الله. مؤكدا يواكب هذا الأمر هناك الإدارة العامة للمرور تسهل وتسخر كافة إمكانياتها لتسهيل استقبال الأعداد الكبيرة من الأهالي والأسر القادمين لمواكبة هذه الفرحة لأبنائهم. مؤكدا في الغد إن شاء الله هناك خطة موضوعة وأيضا هناك إرشادات لابد من اتباعها لكي تسير العملية إن شاء الله بشكل سلس، وأيضا هناك وقت محدد لدخول هذه الأهالي من خلال بوابات محددة ومن خلال تجمع في منطقة، بعدها إن شاء الله يكون في الانتقال إلى مبنى من خلال تواجدنا الآن من أمام مبنى اللواء متقاعد عبد اللطيف الثويني، ونتعرف أكثر على هذا الأمر من خلال أيضا تواجد المقدم يعقوب راشد الشراح الإدارة العامة للمرور في محافظة العاصمة في تنظيم سير المركبات. صبحك الله بالخير المقدم يعقوب، أعطيكم العافية. نوضح للمشاهدين أكيد اليوم استعداداتكم للغد بإذن الله لهذا الحدث اللي نبارك لأبنائنا إن شاء الله التخرج وإذا الفرحة للأسر والأهالي. صبحكم بالخير جميعا. أول شيء باش إن شاء الله في حفل تخريج طلبة الضباط 31 اختصاص في كلية سعد عبد الله علوم أمنية، باش إن شاء الله حيكون حضور سيدي صاحب السمو أمير البلاد قائد القوات المسلحة الشيخ مشعل جابر أحمد الصباح حفظ الله ورعاه. راح يكون إن شاء الله تخرج الساعة 10، راح يكون حضور الأهالي من الساعة 6 صباحا للساعة 8 صباحا في كلية مبنى ثويني رقم 2 اللي راح يكون خلف بنزين الدير الرابع. راح يكون تجمع الباصات متواجدة من نفس المصافط، الجميع راح يكون حضور راجلا، راح يدشون داخل مبنى رقم 2 في تفتيش، راح يكون تفتيش أمني وإذا ركوب الباصات راح يتوجهون باصات من رقم 2 رقم 1 ودخول باصات رقم 3 جميع الفئات، أخوانا ذوي الإعاقة كبار السن متوفرين كل جميع الباصات، بس أهم شيء يكون تعاون معنا. وراح يكون دخول كبار الشخصيات فقط باب رقم 1، وراح يكون دخول الأهالي من الساعة 6 للساعة 8، الساعة 8 راح تغلق الأبواب. أتمنى من الداعين لنفس الحفل حضور مبكر قبل الساعة 6 عشان عارف الزحمة ما الزحمة عشان يكون يحضر تخريج باكر ان شاء الله. ايضا يمكن الزملاء في الاستديو واحمد ومها يعني نضع الساده المشاهدين في الصوره من خلال تواجدنا اليوم في الشرح الان اللي سيقدمه ان شاء الله المقدم يعقوب راشد شراح الاداره العامه للمرور محافظه العاصمه من خلال الخريطه المتواجده. هناك شرح وارشادات مهمه لابد من اتباعها بالغد باذن الله لكي ان شاء الله نقول الكل يفرح وايضا تتسهل العمليه بالدخول وايضا يقابل ابنائه ويفرح مع ابنائه في هذا التخرج. يمكن ايضا المقدم يعقوب تحضر بالصورة توضح للمشاهدين إن شاء الله. شوف راح يكون هذا الدائر الرابع، راح يكون يمينك جمعية الدفاع وبعدها جمعية الحرس، راح تكملون سيدة لمحطة الوقود
في محطة وقود الدائر الرابع، راح يكون في مدخل يمين، راح تكون في دورية متواجدة، هذا هنا دخول الجمهور، هذا المدخل الأول، وعندك مدخل الثاني نفس دوار الأمم لدوار الجهرة، الناس راح تكمل سيدة في مدخل بعد قسم الاختبار العاصمة، راح يكون مدخل يمين بيمين، راح يكون متواجدين الجميع بساحة ثويني. عدم دخول أي شخص لكلية الشرطة راجلا، دخول فقط بالباصات والباركود من تطبيق سهل فقط لا غير، ما حد راح يدش مشي في متواجد قوات خاصة النجدة المنعام، راح أي واحد راح يمنعونه دخول راجلا، جهات الدولة راح يكون متواجدة كلها. وهذا بخصوص الباصات اللي راح تنتقل من باب رقم 2 لرقم 1 لرقم 3، ودخول كبار الشخصيات باب رقم 1 باب الرئيسي اللي هو يكون بعد دوار المرور. الخريطة واضحة، الباصات راح يدشون، عندك مدخلين دخول الأهالي والداعين نفس الحفل اللي بعد الوقود الدائر الرابع، والمدخل الثاني اللي راح يكون بعد قسم اختبار العاصمة، راح تشوفون بيمين تجمع كله راح يكون برقم 2 ثويني، براحة كبيرة، مسافة كبيرة. يعطيكم العافية. جميل. المقدم يعقوب راشد شراح الإدارة العامة للمرور، هذا الشرح يمكن اللي شاهدناه وتابعناه على هذه الخريطة، وأيضا يمكن وزارة الداخلية للأمانة تتابع أول بأول من خلال الإعلام الأمني والعلاقات في وزارة الداخلية بأكيد وضع الإرشادات من خلال أيضا وسائل التواصل، الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليوم هناك أيضا شريط توضيحي وأيضا فيديو توضيحي كما وضح يمكن الآن المقدم يعقوب شراح في هذا الشرح التفصيلي في سهولة لكي أيضا تتم العملية إن شاء الله بشكل سلس ومميز. أخيرا المقدم يعقوب أيضا توضح المشاهدين يمكن رسالة توجه لمن يأتون إن شاء الله في الغد لمواكبة هذه الفرحة. أتمنى من الجميع اتباع تعليمات ورشادات وزارة الداخلية، هني احنا متواجدين للتعاون لنجاح الحفل، عدم دخول راجلا نهائيا فقط بالباصات والباركود، راح يكون مبنى رقم 2 فقط لا غير، دخول كبار الشخصيات رقم 1، واتمنى الوقوف بشكل صحيح، انت عارف واحد يصير ظرف داخل الكلية شيء يبي يطلع ولا ما يقدر يطلع، الناس متكلة على بعض، اتمنى بس وقوف بشكل صحيح واتباع تعليمات وزارة الداخلية، وبارك ان شاء الله حق الخريجين وهالخريجين، ويعطيكم العافية. جواكم على الاستضافة الطيبة. كل الشكر للمقدم يعقوب راشد شراح لدار العامة للمرور في محافظة العاصمة في قسم تنظيم السير، وأيضا الشكر موصول للجهود التي تبذل من وزارة الداخلية لمواكبة هذا الحدث، وأيضا نبارك مبكرا أيضا وأيضا مقدما لطلباتنا وأيضا أبنائنا دفعة 31 ضباط الاختصاص في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالغد بإذن الله برعاية سامية من سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بالغد بإذن الله. يمكن جميع الأمور تم استيضاحها من خلال أيضا المقدم يعقوب شراح، وأيضا نتمنى أيضا تعاون الأهالي مع إرشادات وزارة الداخلية في الغد بإذن الله. أعود للزملاء أحمد ومها في استديو برنامج العالم هذا الصباح. يعطيك العافية على هذه الرسالة رائد، وجزيل الشكر لضيفك الكريم، وفعلا نتمنى طبعا أكيد من أهالي الخريجين الالتزام بهذه التعليمات لتسهيل الأمر وإنجاح هذا الاحتفال، احتفال تخريج الطلبة الضباط الاختصاص الدفعة 31 في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. شكرا جزيلا لك رائد الشمري.